أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية. يأتي ذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية في مختلف الظروف، كما تأتي المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدولة الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.